معنا مخرج ومنتج سينمائي لحيث حدثنا على ورشات تكوينيه في المجال السينمائي اللي يقوم بها هو كذلك. عادل المرام حاضر معنا اليوم في بلاطو الشروق. مونيك صباح الخير عادل. صباح الخير لك ولكل المستمعين الكرام. شكرا لك عادل. اذا يعني انتم تقوموا بورشات تكوينيه في مجال السينما، لو تكلم لنا اكثر على هذه الورشات. هو عادل مرام مخرج ومنتج وفي نفس الوقت رئيس جمعيه نجوم السينما. تمكنا من الحصول على مشروع في اطار دعم المشاريع الجمعويه من طرف وزاره الشباب والرياضه. انطلقنا في هذا المشروع في اطار الاحتفالات الوطنيه المخلده لعيد الاستقلال والشباب، بحيث نظمنا 10 دورات تكوينيه في المجال السينمائي. الحمد لله يعني لاقت اقبال كبير، ما يقارب 1200 شاب. العدد كان ضخم. هذه الورشات يعني لاقت نجاح كبير، اختتمت يوم الخميس يعني بنجاح يعني ضخم، وكانت تمهيدا لانتاج فيلم هجمات 20 أوت 1955. هذه الورشات عادل يعني من واش متكونه؟ الفوتوشوب، المكياج؟ هي هذه الورشات يعني اخذنا فيها المحاور الكبرى نتاع العمليه نتاع الصناعه السينمائيه، مثل التمثيل، مثل المكياج السينمائي. لاول مره يعني يوضع ورشه تكوينيه في المكياج السينمائي يعني في لي زيفي سبيسيو تاع الوجه، بالاضافه للفوتوشوب، المونتاج، كتابه السيناريو، الاخراج، التصوير، وانتهت الانتاج والتوزيع. هذه جميع الورشات انتهت بورشه واحده، وهي ورشه كيفيه انشاء مؤسسه مصغره في المجال الثقافي، نظمتها معنا يعني بالشراكه الوكاله الولائيه لدعم وتنميه المقاولاتيه. يعني باش ما نخليوش الشاب هذاك مجرد انه عنده موهبه فقط، وانما يتوجه الى عالم الشغل، الى عالم المقاولاتيه. هذه الدورات يعني تكون بتنسيق من وزاره؟ هي خديناها يعني في اطار مشروع مشترك كجمعيه نجوم سينما، خديناها في اطار مشروع مشترك مع وزارة الشباب والرياضة وبمرافقة ديوان مؤسسة الشباب. وانتهت هذه الورشات يعني بإمضاء اتفاقيات عمل مع ديوان مؤسسة الشباب، تجهيزا لفتح دورات أخرى مطولة، لأنه فتحناها على مدى 4 أيام، ما كانتش المدى تاعها طويل. بالإضافة إلى أنه مضينا كذلك اتفاقية أخرى في عملية إنجاز الفيلم، يعني ديوان مؤسسة الشباب كان مرافق معنا وراح يزيد يكون في المرافقة أكثر في عملية إنجاز فيلم هجمات 20 أوت. بالإضافة كذلك عن مديرية الثقافة لولاية كيكدا راح تمضي معنا اتفاقية لتمويل جزء من هذا الفيلم. والحمد لله يعني الورشات يعني لاقت إقبال كبير من طرف الشباب، يعني بحضور الجميع. يعني الورشات هذو مازالهم متواصلين عادل؟ هي الورشات اختتمت يوم الخميس يعني يوم 8 جويلي، ولكن الجمعية ستفتح أبواب أخرى لفتح ورشات يعني خاصة جديدة. ورشات اللي ركزنا عليها اللي لقينا فيها إقبال كبير راح نعود ونركز عليها أكثر إن شاء الله. اللي هي عاد الورشات اللي لقيتوا عليها إقبال كبير يوم الخميس؟ لا، كاين ورشة تمثيل يعني كانت ضخمة، يعني حتى الصور يعني كبيرة جدا. كانت ورشة المكياج السينمائي، كانت ورشة الإخراج، ورشة التصوير، ورشة الفوتوشوب والمونتاج. اوكي، دونك الورشات هذو راح يعاودوا يكونوا قريبا، يعني حددتوا الوقت وقتاش يكونوا ولا مازال؟ مازال، لانه حاليا انا حاليا راني نشرف على التحضير لفيلم هجمات 20 اوت، يعني كما نقولوا الفيلم ضخم، فيلم ضخم يعني الوقت، المشكل تاع الوقت. والبرنامج تاع الورشات يعني اللي فاتوا كيفاش سطرتوه؟ يعني باش بديتوا كيفاش كان البرنامج؟ هو برنامج لمدة 4 أيام، بدينا اليوم الأول بالنظري، اليوم الثاني بالتطبيقي، اليوم الثالث جميع الورشات اختتمت في ورشة واحدة. هي إنجاز فيلم. الأعضاء اللي معكم عادل يعني في هذه الورشات كلهم من هذا المجال، يعني مجال السينمائي إلى غير ذلك، ولا كاين بالك طلاب ثاني التحقوا بكم؟ هم طلبة، أغلبيتهم طلبة الجامعيين يعني، واللي نحييهم عندي يعني طاقم ربي بارك يعني. جهزنا لهذه الورشات، جهزت 40 شاب للتأطير. كذلك الأساتذة كانوا يعني معنا مشاركين أكثر من 10 أساتذة في عملية تعطيل، نحييهم هما كذلك. يعني الإقبال كان يعني الإقبال كان ضخم. ضخم. في الخميس اللي فاتت يعني وين كان وين كانت هاد كان ضخم، وكان يعني على مستوى التراب الوطني. احنا الورشات كانت مبرمجة على المستوى الولائي فقط، ولكن احنا لما شفنا الإقبال كان على مستوى التراب الوطني ككل. وفي الورشات المقبلة يعني نويتوا أنكم تكبروا أكثر الورشة؟ أكيد يعني أكيد، حتى عملية التنظيم تكون باحترافية أكثر. عملية التنظيم راح تكون باحترافية أكثر، يعني اليوم الطاقم عنده خبرة أكثر. وكيفاش يبدا مثلا الورشه اللي حتكون ولا اللي كانت ثاني
الخميس اللي فات، يعني هاد الورشات اللي رانا نتحدثوا عليهم، كيفاش يكون البرنامج تاعكم؟ يعني يكون هناك افتتاح ولا تدخلوا مباشره الورشات هذه؟ لا، هي الورشات مش كما اي حفل، يعني قال في الاحتفاليات كاين بروتوكول الافتتاح وما الى ذلك. الورشه هي عباره عن دروس نقدموها يعني للشباب من اجل تعلم واكتساب مهارات. يعني تبدا مباشره. تبدا مباشره. وبالنسبه للبروتوكول الصحي، بما انه رانا في جائحه كورونا، يعني على بالنا بلي كاين شويه تعقيدات في هذه الورشات، ولا ثاني الحفلات، يعني حفلات لم يقوموا بهم كساس، وحفلات التخرج ولا حفلات اخرى، الحفلات الثانيه تاع العطل اللي نشوفهم كذلك. بالنسبه للورشه تاعكم السيد عادل، يعني كيفاش مع الاجراءات الوقائيه؟ كاين بروتوكول صحي؟ اكيد يعني خدينا بالبروتوكول الصحي، يعني خدينا بالقياس الحراره، خدينا بالليبافات يعني لازم تكون اوبليغاتوار في الحضور نتاعهم، خدينا بهاد الامور الصحيه، حتى اللي صار قسمنا يعني العدد باش ما تكونش الاكتضاض داخل القاعه. شكرا لك سيد عادل رمرام. عادل كان حاضر معنا اليوم في بلاطو الشروق مورنينغ، هو مخرج ومنتج سينمائي. عادل، يعني قبل برك ما نختموا، يعني باش يكون كاين الناس لم يشوفوا فينا، باش بالك كاين ناس بالك حابين يعني يجربوا هذه الورشات، واش تقول لهم كيفاش يكون الاقبال؟ هو نقطتين يعني راح نتطرق لهم بخصوص الورشات اللي طرقوا لنا فيها في اسئله كثيره، انه الورشات ستكون هناك على مدار السنه بولايه كيكدا. النقطه الثانيه بخصوص اعلان نتائج فيلم هجمات 20 اوت، ستكون يوم 20 اوت هذا، يعني ان شاء الله سنعلن عن القائمه النهائيه لجميع الممثلين الذين سيشاركون في انتاج فيلم هجمات 20 اوت. يعني راح يكون هناك من غير طلاب رايحين يلتحقوا بكم ثاني الورشات؟ يعني اكيد، حتى في الورشات هذه كاين حتى عمال. كاين حتى عمال، يعني كاين عمال، كاين بطالين، كاين مش فقط الطلبه. دروك احنا باذن الله هذه الورشات ستوسع اكثر فاكثر، وبخصوص يعني هذه الورشات انا خديتها بعين الاعتبار باش نبدا في التحضير لفيلم هجمات 20 اوت، باش نشوف جاهزيه القاعات وباش نشوف جاهزيه يعني الطاقم اللي عندي في عمليه التنظيم، والحمد لله يعني وفقنا رب العالمين. شكرا لك سيد عادل رمرام، مخرج ومنتج سينمائي، اللي كنا تكلمنا على ورشات تكوينيه في مجال السينما. ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. من التألق، وان شاء الله تكون ورشات ناجحه اكثر واكثر مستقبلا. كلمه اخيره بالك سيد عادل. اود اشكر يعني الطاقم اللي تعمل اللي خدم معنا ومازال يعني يتعامل، نقول لهم شكرا جزيلا. اشكر كذلك جميع الاساتذه اللي شاركوا معنا في تنظيم هذه الورشات، وكما قلت يعني ونعاود، عمليه هذه كانت تحضيرا لفيلم هجمات 20 اوت، يعني اللي رانا على صدد ان شاء الله قريب نبداو فيه. والعمليه تاع يعني الكثير من الاسئله يقولوا على الكاستينغ اللي درناه بخصوص اختيار الممثلين، ستكون يوم 20 اوت، يعني 20 اوت ان شاء الله هذا سيكون القائمه النهائيه نحطوها تاع اختيار الممثلين. كان مقام هذا الكاستينغ ولا؟ اقمناه بثلاث ولايات، بولايه سكيكدا يوم 20 21 مارس، بولايه قسنطينه يوم 28 29 مارس، وبالجزائر العاصمه 3 4 5 افريل بالجزائر العاصمه. طيب البرك السيد عادل، يعني بالنسبه للورشات القادمه كاين ناس بالك حابين يعرفوا وقتاش تكون لادات، بما انه مازال ما حطيتوها، يعني يقدروا يشوفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا كيفاش؟ اكيد هم يتبعوا فينا، يتبعوا فينا على الصفحه، يعني انا متابعين كثيرا على الصفحه. وانا يعني شخصيا لما نتكلم كمخرج راح تكون هناك كذلك ورشات ستقام بالجزائر العاصمه. شكرا لك سيد عادل. اذا كان معنا سيد عادل مشاهدينا الكرام، رمرام مخرج ومنتج سينمائي، كنا تكلمنا على ورشات تكوينيه في المجال السينمائي. كل من حب يلتحق في الورشات القادمه او فاتوه الورشات اللي كانت يوم الخميس، يقدر ثاني يشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الصفحه الخاصه بهم. اذا مشاهدينا ننتقل مباشره الى الزميل انيس الهيشر على المباشر من جلسة أو الجلسة العامة الخاصة لتنصيب أجهزة الهيئات للغرفة العليا للبرلمان. أني صباح الخير. إذا أنيس، أنيس الهيشر، هل أنت في الاستماع؟
إذا أنيس الهيشر أو زميل أنيس الهيشر متواجد الآن أو على المباشر من الجلسة العامة الخاصة لتنصيب أجهزة الهيئات أو هيئات الغرفة العليا للبرلمان، هو الآن معنا على المباشر. صباح الخير أنيس. صباح الخير مشاهدينا الكرام.